السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سؤال آخر يقول سائل: إذا قدر الله تعالى أن الزوج في نهار رمضان وقع له واحد الشعور وجمع زوجته أثناء الصيام خلال شهر رمضان، ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب هو أن هذا الجماع في نهار رمضان ماشي ذنب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه معصية عظيمة جدا. وما حكمها؟ الحكم أولا يجب على الفاعل أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، رغم أن الزوجة ديالك هي مباحة وهي زوجتك على سنة الله ورسوله، ودرتي معها الصداق ودرتي معها العرس ودرت الخطبة وكل شيء حلال، ولكن ربنا علمنا في رمضان أن الحلال قد ينقلب إلى حرام في نهار رمضان. راه الأكل والشرب مباح، الإنسان كيشرب الماء كياكل الخبز الفواكه، هذه مباحات لكنها تنقلب في نهار رمضان إلى حرام. فالصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرجي. فإذا قدر الإنسان أنه ضعاف وقعت له شي حاجة وجمع زوجته في نهار رمضان، أول حاجة عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأنه يندم ندم شديد ويعزم على عدم الرجوع إلى هذا الأمر. فإذا كان هذا الأمر جاء عمدا ومختارا بأن التقى الزوج مع الزوجة، طبعا الجماع هنا ماشي هو القبلة، ماشي هو الملامسة، ماشي هو المباشرة، هذه كلها غير مكروهات، ما عليه شيء، لكن الجماع المقصود به أن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، هكذا كيعرفوا الفقهاء، يعني علاقة جماع كاملة، يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، هنا يكون الإنسان قد أفطر. فماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة، سواء نزل منه الماء أو لم ينزل، بحال قد ينزل منه الماء فوريا، قد يتعطل ما دام أنه وقعت المباشرة بين الجسدين، فوقعت الكبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة وعليه الإقلاع وعليه القضاء وعليه الكفارة. أشنا هو القضاء؟ القضاء هو الزوجين، المرأة والرجل بجوجهم خاصهم يقضيوا ذاك النهار، يعودوه ملي سالي رمضان غادي يعودوا ذاك النهار، لأنه ذهب فسد ذاك النهار. أما الزوج وغالبا الزوج هو اللي فيه المبادرة، فالزوج عليه بالإضافة إلى القضاء عليه الكفارة، عليه الكفارة، المرأة ما عليها كفارة، عليها القضاء، في الغالب كتكون هي مستهدفة والرجل هو المتعمد. ففي هذه الحالة شنو هي الكفارة ديال الرجل؟ هي غليظة، الكفارة أنه عليه أن يصوم شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين كفارة لما وقع. إلى حديث في رمضان ومن بعد ياخذ راحته ويصوم شهرين متتابعين، إذا قطع غير نهار واحد خصو يعاود من الأول، إذا مثلا صام 50 يوم وتعب وفطر غادي يعاود من الأول، لأن خصو تكون 60 يوم متكاملة مترابطة. إلا قدر الله ما قدرش، كان ضعيف أو كان مريض وهنا كيستشر الطبيب ديالو ولقى الطبيب أعطاه الرخصة، آنذاك ينتقل من صيام شهرين متتابعين إلى إطعام 60 مسكينة، لابد أنه يطعم 60 مسكين. 60 مسكين العلماء ما قالوش متتابعات أو مجتمعات، ممكن تكون متفرقة، إنسان يطعم 60 فقير. وكان في الشريعة عتق رقبة مؤمنة، هذه ما بقاش حاليا، كانت أيام زمان كان هناك نظام العبودية، ولكن الإسلام بفضل هذه الأحكام الشرعية استطاع أن يقضي على نظام العبودية ونظام الرق. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.